السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتورة أمل غنيمي، هكمل معاكم إن شاء الله باقي محاضرات الترم ده. طيب، النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدايجستيف سيستم. دايجستيف سيستم يا شباب أو يا ولاد، يعني عبارة عن إيه؟ بيتكون من جزئين أساسيين. الاولاني اهو، تمام. الدايجستيف سيستم ده عبارة عن جزئين اساسيين. الجزء الاولاني هو الدايجستيف تراكت، او بنسميه جاسترو انتستينال تراكت، اللي هو برضو الاختصار بتاعه الجي اي تي. ايه هو الدايجستيف تراكت؟ تراكت ده يا ولاد اللي هو الطريق اللي الاكل بيتنه ماشي فيه، يدخل من فتحة الفم ويتنه نازل 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 لحد ما يخرج من فتحة الشرج. الطريق ده كله بنسميه الدايجستيف تراكت او الجاسترو انتستينال تراكت. زي ما قلنا بيبدأ بفتحة الفم اللي هو الماوث، وينتهي بفتحة تانية اللي هي الانس اللي هي فتحة الشرج. طيب، بيشمل ايه بقى التراكت ده، او بيتكون من ايه؟ قلنا اول حاجة الماوث، الفتحة بتاعتنا دي الاولانية اللي هي الماوث. طيب، تاني حاجة الفارنكس، الفارنكس ده اللي هو البلعوم. طيب، وبعد كده لما ننزل شوية بنلاقي الأسوفيجس، الأسوفيجس ده اللي هو المريء. تمام، انزل معايا كمان شوية هتلاقي الاستومك، هي الحتة الدايليتد دي، الاستومك اللي هي المعدة. طيب، بعد كده هنكمل يا ولاد بالأمعاء الدقيقة اللي احنا بنسميها سمول انتستين، وبعد كده بننهي بالأمعاء الغليظة اللي انا بشاور لكم عليها دي اللي هي بنسميها اللارج انتست. يبقى كده قلنا الجي اي تي او الجاسترو انتستينال تراك بيتكون من ايه؟ بيتكون من ماوث، بيتكون من فارنكس، اسوفيجاس، استومك، سمول انتستين، واللارج انتست. تمام كده، ده الجزء الاولاني من الدايجستيف سيستم. والدايجستيف سيستم ده يا ولاد اللي هو الجهاز الهضمي. طيب، الجزء الثاني هو الدايجستيف اورجانز، الاورجانز اللي مع التراكت دي اللي بتشمل ايه؟ زي السليفري جلاند اللي هي الغدد اللعابيه، السليفري جلاند، زي الليفر اللي هو الكبد، وزي البنكرياس. يبقى الجلاندز دي او الاورجان دي بنسميها دايجستيف اورجانز او دايجستيف ابندجز، هتلاقيها في الكتاب بالاسم ده. تمام كده، كده عرفنا مكونات الدايجستيف سيستم، جزئين اساسيين اللي هو الدايجستيف تراك او الجي اي تي، تاني حاجه الدايجستيف اورجانز. النهارده ان شاء الله هناخد الدايجستيف تراك. زي ما قلنا بيبدا بايه الدايجستيف تراك؟ بيبدا بالماوس، بيبدا عندي بالماوس. طيب، الماوس كافيتي يا ولاد بينقسم برضو لحاجتين، لترو ماوس وفولس ماوث. ايه هو الترو ماوث؟ بص معايا كده، شايف الجزء اللي انا بشاور عليه ده؟ ده اهو الترو ماوث كافيتي، ده كله الترو ماوث كافيتي. طيب، ايه هي الحدود بتاعته او الباوندرز بتاعته؟ باوندرز اللي هي الحدود، احدده بايه؟ قال لي والله بيبقى له فوق روف اللي هو السقف، السقف بتاع الفم. ايه اللي موجود فيه؟ موجود في حاجة اسمها البلت اللي هو سقف الفم. طيب، البلت ده بينقسم لحاجتين، جزء بيبقى بون عظم قدام كده بنسميه هارد بلت، وجزء وراه بيبقى سوفت عبارة عن ماسلز، عبارة عن عضلات ومتغطية بميوكس ممبرين، بنسميها سوفت بلت. يبقى تاني، انا دلوقتي بتكلم في الترو ماوس، الترو ماوس ده له حدود، له باوندرز. ايه هي الباوندرز بتاعتنا؟ له روف اللي هو السقف، بيتكون من حاجة اسمها هارد بلت بون، بيتكون من بون، وسوفت بلت زي ما قلنا عبارة عن مجموعة من العضلات متغطية بغشاء مخاطي اللي بنسميه ميوكس ممبرين، ده السقف بتاعه. طب الفلور الأرضية اللي بيبقى موجود فيها أورجان بنسميه التنج، بيبقى موجود في الفلور اللسان، واللسان ده يا ولاد عبارة عن ماسكولار أورجان، كله ماصل لو فتحناه كده كله عضلات، عبارة عن مجموعة من العضلات.
شكله بيبقى عامل ازاي؟ شكله تريانجولار، بحيث بيبقى له ايبكس، له قمة قدام اللي هي طرف اللسان من قدام ايبكس، وله بيز قاعدة اللسان هي الجزء اللي ورا. يبقى اللسان ده بيبقى تريانجولار، شكله مثلث، القمة بتاعته هي طرف اللسان، تمام، والبيز القاعدة بتاعته هي الجزء اللي بيبقى ورا. يبقى له ايبكس وله بيز وله ابر سيرفيس اللي هو السطح اللي فوق ده، وله لور سيرفيس لو احنا رفعنا اللسان بنلاقي له لور سيرفيس. يبقى انا قلت لك دلوقتي الفلور بيبقى موجود فيها ايه؟ بيبقى موجود فيها الطنج، وقلت لك كلمتين عن الطنج، ان هو عباره عن ماسكولار اورجان، له ايبكس بتبقى قدام، وله بيز بتبقى موجوده ناحيه ورا، وله ابر سيرفيس اللي هو السيرفيس اللي فوق السطح اللي فوق ده، وله لور سيرفيس اللي هو اللي تحت ده. طيب قال لي في الفلور بتاع الماوس يا ولاد بيبقى في فتحات، شايفين الدوائر الصغيرة دي؟ دي فتحات، فتحات بتاع ايه؟ بتاع السليفري جلاند. السليفري جلاند اللي هي الغدد اللعابية بتفتح هنا في فتحات عشان تطلع الصلايفة اللي هو اللعاب. بعد شوية او لما نيجي ناخد السليفري جلاند هنلاقي ان دي الفتحات بتاع الصب مانديبولار جلاند والصب لينجوال سليفري جلاند. خلاص، فانت دلوقتي اعرف ان الفلور بتاع الماوس بيبقى فيه فتحات بتخرج الصلايفة، الفتحات دي ماشي بتبقى بتاع الضغط بتاع السليفر جلاند. ده بالنسبة للفلور. طيب يبقى كده قلنا السقف معمول بايه، وقلنا الارضية معمولة بايه. الجوانب بقى، اللاترال وول بتاع الترو ماوس، اللاترال وول بتاع الترو ماوس معمول بحاجتين، معمول بالاسنان التيس واللثة، اللثة اللي هي الجم، يبقى معمول بالتيس ماشي والجم اللي انا قلت لكم عليه، او الحدود اللي انا قلتها دي هي الحدود بتاع الترو ماوس. طيب امال ايه بقى الفولس ماوس؟ قال لي الفولس ماوس او بيسموه الفيستيبيول اوف ذا ماوس، الفيستيبيول اوف ذا ماوس قال لي ده عباره عن نارو سبيس، فراغ ضيق. بيبقى موجود فين يا ولاد؟ موجود ما بين التيس والجمز، ما بين الاسنان واللثه من جوه. طب امال من بره؟ من بره بيبقى موجود اللبس، الشفايف والتشيك اللي هو الخد. يبقى الفولس ماوس او الفيستيبيول اوف الماوس ده عباره عن نارو سبيس، نارو سبيس بيبقى موجود ما بين التيس والجمز، دول اللي جوه. امال اللي بره؟ اللبس والتشيك اللي هي الشفايف والخدود. النارو سبيس اللي ما بين الحاجات اللي انا بقولها دي بنسميه هو ده الفيستيبيول بتاع الماوس، ده بنسميه الفيستيبيول. تمام كده، يبقى عرفنا الماوس كافيتي بينقسم لترو ماوس وقلنا الباوندريز، وفولس ماوس اللي بنقول عليه الفيستيبيول اوف الماوس. طيب في عندنا دي برضو اهو، فين الترو ماوس والفولس ماوس؟ ده الترو ماوس اهو، بص ده اللي هو بنقول الروف معمول بالهارد بلت والسوفت بلت، والفلور موجود فيها الطنج، تمام، والجوانب او اللاترال وول معموله بالاسنان بالتيس والجمز، تمام، هو ده الترو ماوس. امال الفولس ماوس هو ده، شايفين الجزء ده لما برفع الشفه كده، الفراغ اللي ما بين الشفه وما بين الاسنان واللثه هو ده الفيستيبيول بتاع الماوس، الفيستيبيول بتاع الماوس، تمام. قال لي بس في حاجه، ان الفيستيبيول بتاع الماوس هنا في الجنب عند الابر سكند مولر تيس او توث، الفيستيبيول هنا بيفتح فيه ايه؟ بيفتح فيه برضو قناه بتاع سليفر جلاند اسمها باروتيد جلاند. يبقى بيفتح هنا في الفيستيبيول بتاع الماوس برضو حاجه او قناه من السليفر جلاند بنسميها الباروتيد دوكت بتاع الباروتيد جلاند، بتفتح فين؟ في الفيستيبيول بتاع الماوس. امال في الفلور بتاع الماوس كان بيفتح برضو قنوات بتاع الغدد اللعابية، بس حاجتين تانيين اللي هي سب مانديبولار سليفر جلاند والسب لينجوال سليفر جلاند. ده بالنسبة للماوس. طيب تعالوا نشوف تاني جزء في الجي اي تي او الجاسترو انتستاينال تراك اللي هو الفارنكس اللي هو البلعوم. البلعوم يا ولاد بيتكون من 3 اجزاء، الجزء الاولاني بنسميه نيزو فارنكس. ليه اسمه نيزو؟ لان قال لي بيبقى موجود ورا او بيهايند النيزال كافيتي،
ده النيزل كافيتي اهو، ده النوز وده النيزل كافيتي. الجزء اللي ورا النيزل كافيتي بنسميه نيزو فارنكس، تمام. طيب امال ده الفم اهو الماوس، وده الاورال كافيتي او الماوس كافيتي اهو. الجزء اللي ورا الاورال كافيتي بنسميه اورو فارنكس. طيب تالت جزء من الفارنكس هو الجزء ده، بيبقى ورا اللارنكس. اللارنكس دي اللي هي الحنجرة، بنسميه لارينجو فارنكس. يبقى تاني انا الفارنكس عندي تلات اجزاء، نيزو فارنكس واورو فارنكس ولارينجو فارنكس. مطلوب مني بس اعرف معلومتين اتنين يا ولاد عن النيزو فارنكس والاورو فارنكس. ده اهو تاني، ده النوز اهو وده النيزل كافيتي. الجزء اللي وراه ده بنسميه نيزو فارنكس، ده النيزو فارنكس. النيزوفارنكس يا ولاد بنلاقي في الروف بتاعته حاجة اسمها أدينويد، اللي هي اللحمية. الأدينويد أو بيسموها فارنجيال تونسل، بيسموها فارنجيال تونسل أو الأدينويد اللي هي اللحمية، بتبقى موجودة هنا في الروف بتاع النيزوفارن. دي أول معلومة. طب تاني معلومة، قال لي بيبقى موجود في اللاترال وول بتاع النيزوفارنكس فتحة، الفتحة دي اللي هي الاوديتوري تيوب، الاوبننج بتاع الاوديتوري تيوب اللي هي القناة السمعية. فتحة القناة السمعية هنا موجودة في اللاترال وول بتاع النيزو فارنكس. وانتوا عارفين ان وظيفة الاوديتوري تيوب ايه يا ولاد، ان هي بتعمل توازن للضغط، تمام، ما بين الاذن الوسطى الميدل اير والنيزو فارنكس. طيب المعلومة التانية، ده الأورال كافيتي اهو. الأورال كافيتي بيبقى موجود فيه حاجة برضو مهمة اللي هي البلاطين تونسل. عارفين اللوز، اللوز دي بنسميها بلاطين تونسل، بتبقى موجودة فين؟ في اللاترال وول بتاع الأورو فارنكس. يبقى احنا عرفنا ده نيزو فارنكس وبيبقى موجود فيه الأدينويد وفي فتحة بتاع الأوديتوري تيوب اللي هي القناة السمعية. ده الأورو فارنكس وبيبقى موجود في اللاترال وول بتاعته التونس. وده تالت حاجة هو اللي هو اللارينجو فارنكس، تمام كده بالنسبة للماوس وبالنسبة للفارنكس. في الكتاب عندك هتلاقيه شارح شوية بالتفصيل في اللبس والتيس، دول يعني يعتبروا ملغيين، اللي هو ايه شارح لي شوية في اللبس والتيس، تمام كده. استليت رجلانت طبعا في الكتاب عندك، هناخد ده المرة اللي جاية ان شاء الله. كده قلنا الفارنكس بالاجزاء بتاعه. بعد كده هناخد الاسوفيجاس اللي هو المريء. الاسوفيجاس هو ده الاسوفيجاس يا ولاد، بيبدا فين؟ بيبدا من عند نهايه الفارنكس. ده الفارنكس اهو، من عند نهايته هنبدا بالاسوفيجاس، بيتنه نازل نازل ويخترق الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام، الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام. الاسوفيجاس بيخترقه عشان ينزل يكمل مع الاستومك، تمام. يبقى دي نهايته ان هو هيمسك مع الاستومك، يبقى بدايته من عند الفارنكس ونهايته ان هو هيمسك او هيفتح فيه الاستومك اللي هي المعدة. ده بالنسبة للبداية والنهاية. طب بالنسبة لأجزاء الفارنكس، قال لي الفارنكس له تلات أجزاء. جزء عندنا بيبقى ماشي في النك في الرقبة، بنسميه سيرفايكال بارت. الجزء ده بنسميه سيرفايكال بارت، موجود في الرقبة. طب انزل شوية هنبدأ نمشي في الثوركس، هنبدأ نمشي في الثوركس اللي هو الصدر، فسموا الجزء ده ثوراسيك بارت. طيب بعد كده الجزء اللي اخترق الحجاب الحاجز ونزل تحت في البطن ده بيسموه ابدومينال بارت. يبقى كده الاسوفيجاس عندي ثلاث اجزاء، جزء ماشي في الرقبة في النك بنسميه سيرفايكال بارت، نزلنا على الصدر اللي هو الثوركس بنسميه الجزء ده ثوراسيك بارت، وبعد كده اخترقنا الحجاب الحاجز ونزلنا عشان نكمل بالاستومك، الجزء الصغير ده بنسميه الابدومينال بارت. ده بالنسبة للاسوفيجاس اللي هو المريء. بعد كده هنكمل الطريق بتاعنا اللي بيكمل بيه بالاستومك. الاستومك يا ولاد قال لي ده او الجزء ده هو الموست دايليتد بارت في الجي اي تي، هو الموست دايليتد بارت في الجي اي تي. موجوده فين الاستومك يا ولاد؟ قال لي موجوده في الابر ليفت بارت من الابدومين،
تمام، ابر ليفت بارت من الابدومين. يعني الابدومين كده لو بصينا الجزء اللي فوق على الناحية الشمال هو ده مكان الاستومك. طيب ايه هي اجزاء الاستومك والاستومك بتتكون من ايه؟ قال لي والله هي دي الاستومك ليها فتحتين، فتحة فوق هنا اللي ماسكه مع الاسوفيجاس بنسميها كاردياك اوريفيس، كاردياك اوريفيس، وفتحه تحت هنا بنسميها بايلوريك اوريفيس او بايلورس. يبقى الاستومك ليها فتحتين، فتحه فوق بنسميها كاردياك اوريفيس وفتحه تحت بنسميها بايلوريك اوريفيس. ليها يا ولاد اتنين بوردر او بنسميه هنا كيرفيتشر، ها، لاني عامل كيرف بنسمي ده كيرفيتشر او بوردر. واحد صغير بنسميه ليسر كيرفيتشر، يعني البوردر او الكيرف الصغير، وواحد تاني كبير، شايف كبير قد ايه، كبير جدا، بنسميه جريتر كيرفيتشر. يبقى الاستومك ليها اتنين اوبننج ولها اتنين كيرفيتشر، ليسر كيرفيتشر هو الصغير والكبير ده هو الجريتر كيرفيتشر، ولها اتنين سيرفس، السيرفس اللي قدامنا ده اللي هو بنسميه انتيريور سيرفس، والسيرفس اللي ورا اللي بنسميه بوستيريور سيرفس. تمام. قال لي الاستومك بتتكون من ثلاث اجزاء، فندس وبادي وبيلوريك بارت. الاستومك بتتكون من ثلاث اجزاء، فندس هو الجزء اللي فوق ده، قال لي فوق الليفل بتاع الكاردياك اوريفيس، هنا الكاردياك اوريفيس اهو من فوقها كده، فوق الليفل بتاع الجزء اللي قابب ده اللي عامل لي قبه دي، هي دي الفندس. طب البادي هو الجزء الكبير ده، هو الجسم بتاع طيب، وبعدين البايلوريك بارت هو الجزء ده يا ولاد، ده بنسميه بايلوريك بارت. ده رجع قسم لي البايلوريك بارت تاني لتلات اجزاء، الجزء الاولاني ده اللي هو بالموف ده جزء واسع شبه الدهليز او الصالة، ها، الدهليز ده اللي هو مكان واسع بيسموه بايلوريك انتروم، الجزء ده بايلوريك انتروم. طب وبعد البايلوريك انتروم، قال لي ده بتمشي حتة كده مسافة بيسموها بايلوريك كانال اللي هو الجزء الازرق ده. طب وبعدين بتنتهي بالفتحة بتاع البايلورس او البايلوريك اوريفس. يبقى تاني يا ولاد الجزء ده على بعضه بنسميه بايلوريك بارت. طب البايلوريك بارت ده قسموه تاني لتلات اجزاء، جزء واسع في الاول بنسميه بايلوريك انتروم، بعد كده مشينا مسافة كده قناة بيسموها بايلوريك كانال، بعد كده انتهينا بالفتحة بتاعتنا اللي هي البايلورس او البايلوريك اوريفس. يبقى كده اتكلمنا عن الاستومك، قلنا ليها فتحتين ولها ليسر كيرفيتشر وجريتر كيرفيتشر، وكمان لها اتنين سيرفيس، انتيريور سيرفيس هو اللي قدامنا والبوستيريور سيرفيس اللي ورا، ولها تلات اجزاء، فاندس وبادي وبايلوريك بار. ده بالنسبة للاستومك. طيب تعالوا نشوف السمول انتستين واللارج انتستين اللي هي الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة. بص كده معايا السمول انتستين هي دي يا ولاد، امشوا معايا كده بادئه من هنا وبدات تعمل التلافيف الكبيره بتاعتها دي. عارفين السمول انتستين طولها حوالي 6 متر، طول السمول انتستين 6 متر. طيب بتتقسم بتتقسم لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني هو ده بنسميه ديودينم او الاثنى عشر، ها، ديودينم او الاثنى عشر. طيب والجزء الثاني بنسميه جيجونم، الجزء ده بنسميه جيجونم، واخر جزء ده يا اولاد بنسميه ايليوم. يبقى دي السمول انتستين ثلاث اجزاء، ديودينم جيجونم وايليوم هو اخر جزء. قال لي بدايتها فين ونهايتها فين؟ بدايتها هي مكمله من بعد البايلورس بتاع الاستومك، ونهايتها هنا، هنا اللي هو ايه، بتفتح في جزء من اللارج انتستين بنسميه السيقم او الاعور، ها، بتفتح هنا في السيقم. يبقى بدايتها من عند البايلوريس بتاع الاستومك ونهايتها في السيقم. طب هناخد كلمتين بس عن كل جزء. قال لي الديودينم ده، قال لي ده اقصر جزء في السمول انتستين، هو الشورتست، ها، واوسع جزء، الوايدست والموست فيكسد. يا ولاد الجزء ده او الديودينم بيبقى مش ثابت، ما بيتحركش. طب امال باقي السمول انتستين اللي هو جوجنم والاليم؟ قال لي لا، ده الجزء ده فريلي موبايل، بيتحرك بحريه
في ريلي موبايل. يبقى تاني الديودينم ده هو الشورتست، قصير طوله حوالي 25 سنتي. 25 سنتي ده مش حاجة بالنسبة للستة متر، جيجنم والإليم هم باقي الستة متر. يبقى ده هو الشورتست، الوايدست، وهو الموست فيكسد، ما بيتحركش. طب امال باقي جيجنم والإليم؟ قال لي لا، ده فريلي موبايل، فريلي موبايل. طيب الديوتنم زي ما انتوا عارفين بيبقى شكله سي شيب، عامل لي حرف السي حوالين ايه؟ حوالين الهيد بتاع البنكرياس. ده البنكرياس اهو، هو لافف حوالين الهيد بتاع البنكرياس، فعامل لي سي شيب. ده بالنسبة للديوتنم. طب بالنسبة للجيجنم والإليم، ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي والله الجيجنم هو ده البروكزيمال بارت اللي بيمثل بروكزيمال خمسين من السمول انتست. طب امال ده؟ قال لي ده الديستال 3 اخماس. يبقى ده بروكسيمال 50 اللي هو القريبين يعني، وده الديستال 3 اخماس، تمام كده. طيب قال لي ان الجيجنم بيبقى الول بتاعته ثيك، على عكس الاليوم الول بتاعته بتبقى ثين. قال لي الجيجنم بيبقى اوسع وايدلي من، انما الاليوم نارولي، تمام. ده فروقات بسيطة بس كده بين الجيجنم والإليم. ده بالنسبة للسمول انتسيب، عرفنا أجزائها ديودينم وجيجنم وإليم، وعرفنا طول السمول انتستين كام؟ 6 متر، ما تنسوا. طيب بعد كده اللارج انتست، دي اللارج انتست اللي أنا ماشي عليها بالليزر، دي اللارج انتست. ايه الفرق بين السمول انتستين واللارج انتستين؟ زي ما انتوا شايفين، اولا في الطول، اللارج انتستين طولها 1.5 متر، فهي قصيره بالنسبه للسمول انتستين اللي هي 6 متر. يبقى اول حاجه الطول، دي طولها 1.5 متر، اللارج انتستين طولها 1.5 متر. طب تاني حاجه انهي اوسع؟ ها طبعا اللارج انتستين وايدر، ها بيقول لك وايد كاليبر اللي هو اليومن بتاعها وايد، واسعه جدا بالنسبه للسمول انتستين. ده تاني حاجة. طيب تالت حاجة لو بصينا عليها يا ولاد كده، بص عاملة ازاي، حتة دايليتد، حتة واسعة بعدها حتة كونستريكت، حتة ضيقة وهكذا، حتة دايليتد وحتة ضيقة، حتة دايليتد وحتة ضيقة. بيسموا الأجزاء دي هوستريشنز أو ساكيوليشن، بيسموها هوستريشن أو ساكيوليشن. إيه الهوستريشن أو الساكيوليشن دي؟ قال لي والله يعني دي عبارة عن dilatation followed by constriction، اللي هو حتة واسعة بعدها مخنوقة، حتة واسعة بعدها خانقة constriction، حتة dilated بعدها constriction. ده بنسميه hostration أو circulation. طيب رابع حاجة كده قلنا 3 فروقات، رابع حاجة اللي هو ده، شايفين الشريط ده الباند ده بنسميه ايه؟ بنسميه تينيا كولاي. تينيا اللي هو شريط، تينيا كولاي دي بيقول لك معموله بايه يا ولاد؟ الوول بتاع اللارج انتستين اللونجيتيودينال ماسلز، الماسلز اللي بالطول بتتجمع مع بعضها عشان تعمل لي الشرايط دي. يبقى تاني الوول بتاع اللارج انتستين فيها لونجيتيودينال ماسلز او لونجيتيودينال فايبر، اللونجيتيودينال فايبر دي بتتجمع مع بعضها علشان تعمل لي ها 3 شرايط، 3 شرايط. بنسمي الشرايط دي تينيا كولاي، تينيا كولاي. هتقولي انا مش شايفه الا شريط واحد، ما هو بيبقى شريط قدام واتنين ورا، تمام، يعني واحد باين قدامنا واتنين مستخبيين ورا، دول بنسميهم تينيا كولاي. قال لي دول عباره عن 3 لونجيتيودينال باندز، 3 شرايط كده بطول موجودين في اللارج انتست. طيب اخر فرق واللي مش واضح هنا هنشوفه في السلايد اللي جايه، ان اللارج انتستين بتبقى مليانه يا ولاد ساك، مليانه حويصلات صغيره فيها فات، حويصلات دهنيه بنسميها ابنديسيس ايبيبلويكي، هنشوفها في السلايد اللي جاي. يبقى من بره كده بنلاقي اللارج انتستين مليانه حويصلات دهنيه كده، حويصلات صغيره مليانه فات، بنسميها ابنديسيس ايبيبلويكي اللي هو زوائد دهنيه، زوائد دهنيه، هنشوفها في السلايد اللي جاي، تمام كده؟ تمام. طيب احنا كده قلنا الفرق بين اللارج انتستين والسمول انتستين. طيب تعالوا بقى، اللارج انتستين بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من
بنبدأها من هنا، من السيقم والأبندكس. السيقم اللي هو الأعور، والأبندكس اللي هي الزايدة. يبقى أول جزء فيها السيقم والأبندكس. طب تاني حاجة القولون، القولون اللي هو بنبدأه إزاي؟ بالقولون الصاعد، بنسميه ascending colon اللي هو طالع ده. طب وبعد كده القولون المستعرض اللي بنسميه transverse colon. طب وبعد كده القولون النازل اللي هو بنسميه descending colon. طيب وبعد كده في الآخر السجمويد كولون. يبقى تاني سيقم وأبندكس، بعد كده ascending كولون، ها transverse كولون، descending كولون، وفي الآخر السجمويد كولون. تمام كده، ده بالنسبة للكولون. طب بعد كده آخر حاجة اللي هو الريكتم والإنا الكنال الفتحة الشرج، الريكتم المستقيم والإنا الكنال اللي هي فتحة الشرج. طيب وهتلاقوا في الكتاب مزود لكم كمان هنا كده، بيقول لك هنا رايت كوليك فليكشر التانية، اللي هو لما بيجي يحود الاسندن كولون وهو بيحود كده عشان يعمل لي ترانسفيرس، بيعمل لي هنا تانية، ها فليكشر، رايت كوليك فليكشر. طب الترانسفيرس كولون وهو بيحود ها عشان ينزل ويعمل لي الديسندنت كولون، عمل تانية الثانية دي اللي هي الليفت كوليك فليكشن. يبقى تاني اخر حاجة هنتكلم عن اجزاء اللارج انتست، اجزاء اللارج انتستن والسمول انتستن دي مهمة، تيجي اسئلة سواء نظري او شافي. يبقى اللارج انتستن سيكم وابندكس، هنطلع بالاسندنج كولون هينتني هنا يعمل لي رايت كوليك فليكشن، كمل ترانسفيرس مستعرض كولون هينتني هنا تاني ليفت كوليك فليكشن، كمل انزل لتحت ديسندنج كولون، وبعد كده سيجمويد كولون، واخر حاجة عندي الريكتم والانال كانال اللي هي فتحة الشرج. طيب السلايد اللي جاي اهو، ايه هي الديفرنسز بين سمول ولارج انتس؟ احنا قلنا معظمهم في السلايد اللي فات، كان اهمهم ايه؟ اهمهم اللي هو الدايلاتيشن، الانتفاخات دي، شايفين الانتفاخات دي؟ الانتفاخات دي بنسميها ساكيوليشنز او هستريشن، الانتفاخات دي تمام، ساكيوليشن او هستريشن. طب تاني فرق مهم جدا اللي هو التينيا كولاي، الخطوط اللي انا قلت لك عليها دي، ثلاث خطوط، ثلاثه لونجيتودينال باندز اللي هي التينيا كولاي. طيب تالت فرق مهم جدا اللي هي الحويصلات اللي لونها اصفر، دي حويصلات دهنيه، حويصلات دهنية لونها أصفر بنسميها أبنديسيس إبيبلوك اللي هي الزوائد الدهنية. ده الفرق بين السمول واللارج انتس. دي صورة اهي، مش رسمة بقى، لا دي حقيقية اهي، دي اللارج انتستن شايفين الانتفاخات اللي فيها، دايلاتيشن وبيبقى بعدها ايه كونستريكشن اللي هو حتة مخنوقة، حتة واسعة وحتة مخنوقة، حتة واسعة وحتة مخنوقة. فدي الهستريشن او الساكيوليشن اهي، شايفين ده التينيا كولاي، دي التينيا كولاي اللي هي الشرايط اللي بالطول دي، التينيا كولاي. وشايفين كمية الحويصلات، كمية الفات دي الزوائد الدهنية، ها ابنديسيس ايبيبلويك. تمام كده خلصنا، وان شاء الله هنكمل المحاضرة الجاية، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.